السلام عليكم الإخوة الفلاحة. إن شاء الله غادي نتكلموا على العمليات الزراعية اللي خاصهم يداروا في هذا الوقت بالنسبة للشجرة ديال الزيتون. دابا يعني واحد النسبة كبيرة ديال الفلاحة اللي حيدوا الزيتون ديالهم، يعني في هذا الوقت يقدر الفلاح يبدأ في العملية ديال التقليم ديال الزبارة. كيف ما هو معروف الزبارة عندها واحد الدور كبير يعني في الإنتاج، وكتحافظ لنا على واحد استقرار في الإنتاج، عكس الشجر اللي ما كيكونش مزبور، يعني كيكون واحد التراجع ديال الإنتاج، وكيكون عنده تأثير سلبي، وكيساهم كذلك يعني في المشكل ديال يعني ديال الامراض ديال كيكون واحد العش ديال الحشرات. الشجر اللي ما كيكونش كيتزبر، هذا الشيء خاص الفلاح يعني يقوم بواحد التقليم، وتقليم فيه انواع. بالنسبه الى كان الشجر صغير، يعني الفلاح يحاول انه يفورمي الشجره ديالو، ولاطيت فورماسيون للزباره ديال التكوين كتبتدي من العام الاول يعني حتى العام الثالث. يعني في العام الاول العام الثاني كيكون غير يعني كيكون يحاول الفلاح انه غير ينقي الشجره ديالو ويحيد لي بورجو. وفي العام الثالث يقدر حتى في العام الثاني الا كانت الشجره يعني لا فيغور ديالها، يعني الشجره كبيره ويعني الا كانت موفرة لها التغذيه مزيان والسقي مزيان، راه في ساعة تكبر، ويقدر في العام الثاني يقدر يفورميها، ويقدر يمشي حتى العام الثالث ويفورمي الشجره ديالو ويخلي على حسب واحد 3 ولا 4 ديال الافرع الرئيسيه. يعني في هاد السنوات الاولى كنحاولوا فقط اننا نفورميو الشجره ديالنا، يعني ما كنبحثوش على الانتاج. هذا بالنسبه للتقليم ديال التكوين. كاين واحد الزباره اللي كتسمى الزباره ديال لونتروتيان، لا طاي دونتروتيان، يعني ديال الصيانه. هذه يعني الفلاح خاصو يديرها يعني كل عام، يحاول يحيد داك العود اليابس، يحاول لانه داك سراق الماء، يحيد داك سراق الماء، يحيد لي بورجون، المهم هادي كينقي الشجره ديالو. هادي تقريبا ما كتكونش واحد لاطاي سيفير، يعني ماشي واحد الزبره اللي قاصحه. هادي كدار يعني خاص الفلاح كل عام خاصو يديرها، لان داك العود اليابس اولا كيكون واحد بالنسبه يعني كيجبدني لنا واحد الحشرات، وكيزيد يضعف لينا الشجرة. كاين الزبارة ديال الانتاج، هذه كدار كل عامين خاص هنا الفلاح ولا السيد اللي كيدير الزبارة هنا خاص يعني دوك الفروع اللي كيكونوا يعني مدليين بزاف، يعني يحاول انه يحيدهم. كنحاولوا نراكورسيو نقصوا من الفروع، كنحاولوا نحيدوا داك العود اللي كيكون كروازي. مهم الشجرة يعني شحال ما يعني دالها، يعني الزبارة كتعاون بزاف في الانتاج. يعني هذا التقليم ديال الانتاج كذلك هو مهم وضروري. يعني الفلاح في هذا الوقت هذا يحاول يقوم بالزبارة ديالو، والزبارة كتمشي معها كذلك حتى التغذية، عندها علاقة بالتغذية. يعني إذا كانت التغذية ناقصة يعني كتأثر لنا على، خاص يكون ضروري يعني واحد التغذية مناسبة، يعني الشجرة كتكون واكلة مزيان، تكون كل ما السقي عندها مزيان، باش كتعطينا واحد الشجرة اللي ما بستريسياش، وهذا كيعاون الشجرة لافورم ديال الشجرة، وباش انه يكون عندنا واحد الشجرة اللي يكون عندنا انتاج جيد. هذا من جانب. كاين مسألة اخرى اللي هي التغذية. كما ذكرت لكم يعني في هاد الوقيتة هادي راه واخا كيكون يعني الشجر يعني النمو ديالو نقص، الا انه
يعني خاص الفلاحين واحد النسبة كبيرة ديال التدخلات ونتاع العملية الزرع اللي كيديرهم، كتوصل حتى 60-70% من العمليات كيديروا في هاد الوقيتة هادي. كاين مسألة اللي كتعلق بالتغذية، وخاصة يعني السماد ديال العمق اللي كنديرو في هاد الوقيتة هادي، هو الكمية شحال غنديرو، وهنا بالنسبة للكمية خص ضروري ولا بد أن خص تكون عندنا واحد تحاليل ديال التربة باش كنعرفوا يعني التربة ديالنا المكونات ديالها شحال فيها ديال النسب ديال العناصر المعدنية، وشنو النسبة ديال المادة العضوية لو بي اش، يعني باش كتعطينا واحد الصورة ونعرفوا شنو التربة ديالنا كيفاش دايرة، باش نحطوا واحد البرنامج ديال التسميد ديال السنة ان شاء الله. وكان حتى في التسميد، حتى في البرنامج ديال التسميد ضروري ما خصنا نشوفوا يعني الانتاج المتوقع اللي باغي نوصلوا له والانتاج الحالي، يعني اللي غادي المختبر اللي غادي يدير لك التحاليل ديال التربه خاص ضروري يكون عنده هذه المعلومه هذه ديال الانتاج الحالي اللي دار في السنه هذه والانتاج اللي باغي توصل له، باش يوضع واحد البرنامج ديال التسميد. وفي هذه الوقيته كنديروا يعني سماد ديال العمق اللي كيكون اللي كيسميوه الفلاحه الكومبلي، اللي هو الان والبي والكا، الان اللي هي الازوت والبي هي الفوسفور والكا هو البوتاس. هادو باش كنعوضوا داك الشيء اللي مشى للشجره ديالنا، اللي مشى لها من الغله ديالها ومشى من العود ديال الزبره، كنعوضوها على شكل سماد ديال العمق باش دوك لي ريزيرف، باش الشجره كترجع دوك لي ريزيرف ديالها باش تقدر تدخل لينا في واحد باش يكون عندها واحد الازهار جيد، باش وخصوصا يعني العنصر ديال الفوسفور اللي مهم لانه كيمثل هو الطاقه بالنسبه للشجر ديالنا، سواء يعني كما قلت لكم سواء الزيتون ولا الاشجار المثمره، اللوز يعني كالاشجار المثمره، يعني الفوسفور ضروري في الطاقه الشجره، وكينشط المنطقه ديال الجذور، وكيستطع ان يعني في غياب الفوسفور الجذور ديالنا ما كيقدروش يمتصوا دوك العناصر المعدنيه، يعني بالفوسفور كينشط لينا ديك المنطقه ديال الجذور. كذلك يعني كيكون عندنا واحد الازهار اللي هو جيد، كيساهم في الازهار في العقد، اضافه الى العنصر ديال الازوت اللي هو مهم اللي كيلعب واحد الدور كبير في الانتاج، وكذلك في ان كتكون عندنا داك لا فيجيتاسيون، داك الورقه خضراء كيعطينا البورجون جديد، يعني هو الاساس في الانتاج، وهو مكون رئيسي في البروتينات الازوت، وكيلعب واحد الدور مهم في التركيب الضوئي، يعني ديك التركيب الضوئي هاد العمليه اللي كتتم على مستوى الورقه، يعني خاص تكون ديك الورقه خضراء باش ان دار واحد التركيب الضوئي، وباش يكون عندنا واحد الانتاج جيد. كذلك البوتاس حتى هو مهم اللي كيلعب دور كبير يعني في الحركه ديال العناصر المعدنيه، يعني في الانتقال ديال العناصر المعدنيه، وكيلعب لينا دور كبير يعني في انك يخلي الشجره عندها واحد المقاومه للنقص ديال المياه، الامراض، الحشرات، وكذلك يعطينا يعني جوده ديال الثمار، يعني هادو عناصر رئيسيه ضروري خاص يكونوا متواجدين بالنسبه للشجره. شكرا.